نتفرج سوا مع حضرتك على تقرير خاص بالجماهير. سألناهم هل موسيماني هيرجع العصر الذهبي مرة تانية للنادي الأهلي خصوصا مع فوزه خارج أرضه على الوداد؟ تعالوا نشوف الجماهير قالت إيه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد حشيش. احنا بنلعب قصاد الوداد اصلا، احنا شخصيه البطل بتاعتنا رجعت، ان الاهلي بره ارضه اقوى من جوه ارضه، دي حاجه يعني حاجه كبيره انها حصلت اصلا. العصر الذهبي هيرجع، رجع اصلا. احنا بنلعب بره ارضنا اقوياء، بنهاجم، الفريق اللي قصادنا خايف مننا، شخصيتنا كانت قويه جدا، دي حاجه فرقت معانا قوي. عملنا سكور بره وهنعمل سكور جوه ارضنا كمان، يعني بنلعب من غير جمهور وهنلعب برضه جوه ارضنا من غير جمهور برضه، بس هنكسب برضه، هنعمل سكور جامد طبعا. ان شاء الله هيرجع تاني الجيل الذهبي، بدليل الماتش الاخير اللي لعبناه مع الوداد كان فيه هجوم، اللعيبه بتلعب برجوله وحماس، وكابتن موسيماني بسم الله ما شاء الله مدي حماس جامد جدا للفريق، وان شاء الله نفرح كل المصريين ان شاء الله رب العالمين. بالفعل هو هيقدر ان هو يحقق دوت، لان هو يعتبر من المدربين الاكفاء اللي بالفعل حققوا نتائج كتيرة جدا جدا مع في قارة أفريقيا مع فريق مع فرق جنوب أفريقيا، وهو كمدرب فهو بالفعل مدرب محترف، زائد ان إدارة النادي الأهلي دي تعتبر إدارة محترفة، لأن هي بالفعل غيرت المفهوم اللي هو اختيار مدربين من أوروبا أو خلافه، فتم الاختيار ولأول مرة مدرب من أفريقيا، فدي طبعا كانت يعني اختيار ممتاز ومبدع من إدارة النادي الأهلي، وده اللي بالفعل عودتنا عليه إدارة النادي الأهلي في كل شيء. مدرب عنده خبرات بأفريقيا وكان مع صن داونز وراح أجيال أفريقيا كتير، بعدين ما شاء الله كمان لعب على الدور المعنوي للعيبة بلموه ولموهم بسرعة، كمثال صالح جمعة أكيد كان دارس اللعيبة وكان دارس إزاي بيلمهم، فإن شاء الله بإذن الله هيرجع ده، وهو في وقت سريع بفضل الله والنتائج اللي اتحققت باين إن هو لامم الفرقة ولعب على الدور المعنوي، وده كان مهم في الفترة دي. طبعا إن شاء الله قادر بكده، وكمان معاه خامات كويسة في النادي ولاعيبة كويسة، وفي إصابات برضه، اللاعب مش الفرقة مش كاملة، بس أهم حاجة الناحية المعنوية. ما كناش قادرين نحكم على المدرب أول ما جه، ما لعبش ماتشات قد كده برضه، بس لعب ماتش الماتش اللي فات قدام الوداد، لعب ماتش عالمي ولعب برضه على الناحية المعنوية، وإن شاء الله البطولة الأهلي. بالطبع فعلا الأهلي لعب الماتش اللي فات بأداء متميز فعلا وأداء راقي، والاهلي فعلا الواحد ما شافش الاهلي من زمان بيلعب بره ارضه كده. انا شايف انه مدرب كويس جدا، مدرب عنده خبره افريقيه مع نادي صن داونز بقاله يعني 10 سنين. انا كراجل زملكاوي طبعا فرحان ان النهائي يكون بين الاهلي والزمالك، دي بتبقى بتدي اثاره طبعا، ويعني كلاسيكو الشرق الاوسط والوطن العربي وافريقيا، ناس كتير قوي بتتفرج عليه. شايف ان المدرب ده هيقدر انه يرجع النادي الاهلي تاني، خاصه ان يعني إدارة النادي الأهلي قدرت تكسب الرهان وتجيب مدرب أفريقي، فده شيء كويس.